السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا طريقة كيف تنشئ سلسلة أرقام كما ترون، 1 2 3 4 5 6 والعكس، أو يعني تريدها بأفقي أو اتجاه رأسي. طريقة سهلة، بس فقط تحتاج إلى برنامج الإكسل. كما تلاحظون نحذف هذولي. طيب الآن أودي أن أسوي سلسلة أرقام. نبدأ 1 2، ثم نحدد على هذه اللي مربعين، ثم نسحب لهنا. نلاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب نبغاها بالشكل الرأسي، 1 2، نفس الطريقة نسحبها. نلاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وإلى آخره. طيب أبغاها مثلا الآن تكون 2، تبدأ من 2 وتقفز رقمين 4، ثم تقفز رقمين 6، وهكذا. نسحبهم الآن، نلاحظ 2 4 6 8 10 11 14 16 وهكذا. طيب أنا أبغى الأعداد الأولية 3، أو عفوا الأعداد الفردية 5 7 وهكذا. أهو 3 5 7 9 11 13 15 17. طيب أنا أبغى يبدأ يبدأ الرقم من 102، ثم 103، وهكذا 104. نحددهم نفس الطريقة، نسحب، نلاحظ 102 103 104 105 106 107 108 109 وهكذا. طيب أنا أبغى الآن هذولي أحط بينهم مسافة، خلينا نقول ننسخهم، نحدد على هذا ونحط نسخ من هنا، نسخ تمام، أو بالكيبورد كنترول سي. طيب الآن نروح نحذف هذولي كلهم ونضيفه، نسخ أو لصق. لصق الآن، لكن في مشكلة اللي هو المسافة هنا كبيرة. طيب كيف أشيل هذه؟ نقول نسخ، نحدد عليها أول شيء، نحدد على المسافة هذه، ثم استبدال من هنا، استبدال، لحظة، الشريط الرئيسي، استبدال، نضع هذه المسافة الموجودة، ثم نضع مسافة هنا بالكيبورد سبيس، ثم استبدال. لما نلاحظ استبدل كل المسافة هذه بالمسافة القصيرة. طيب أنا أبغى استبدل المسافة الكبيرة أو المسافة الصغيرة بالفاصلة، أبغى بين كل رقم ورقم فاصلة. نحط المسافة اللي هو هنا، نحدد على هذه، نبدأها من جديد، نحدد على هذه تمام، أو تضغط مسافة، المهم نسخ، نسخ تمام، بعدين هنا لصق، ابحث عن هذه واستبدلها بإيش؟ استبدلها بهذه. طيب استبدال، بنلاحظ هنا استبدل المسافة بالفاصلة، أو مثلا تبغى أنا أبحث عن مثلا هذه واستبدلها بالشرطة. استبدال، بنلاحظ هنا طبعا جدا طريقة سهلة جدا، هذه حلوة مرة مرة تستفيدون منها. تقدر تحطها بالشكل الطولي، تقدر تحطها بالشكل الأفقي،
مثل ما تحب. طيب هنا مثلا انا ابغى اكثر من الارقام هذه بشكل كبير يعني، نروح نمشي هكذا يعني، صار الرقم عندنا 196. وهذه طريقة جدا حلوة وسهلة، وأتمنى أنها فادتكم.